بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول رب العزة جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وما من إله إلا إله واحد، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل يا أهل
الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون عشرك عشرك أفرتني سقالات وحونا كم يجعي عشر هذه نصر ونصف سنة تفسيرك قرآنك الكريم وحوك باللابان يا عيد اللحنانية سقالات عيد كو يسد سنادنا وكو يديهاي وعشرك عيد وهو الرئيس آيتاي هنا ينظر النبي عليه الصلاة والسلام قرآنك قديه سمك عيال بدن باللوغو يا ري يا أيها النبي واكو بدن تاي يا أيها المزمل واصوار ارتي يا أيها المدثرون واصوار ارتي يا أيها الرسول لبق قربي صوار ارتي لبق قرب في سورة المائدة يكو صوار ارتي لبق مغراك باللابان ايسي يا أيها الرسول لا يحزنك الذين وصمرني سمتي لبادو آيات مركا يا بيلا داي آيات تبليغة أي عدين إيسا رسولك عليه الصلاة والسلام وحال رب فري عز وجل جميع ما أنزل إليه وحي لو دجيه إليك إنو قارسي أمك وحال الله ما نقاضي النبات قليا وحال يري إنتين آيات إيمان وحوضا النبي قواليش أكتاك جيري ودعوا قابضنا مشركين تا منافقين تا يهود نصارى وحسن النبي اللوغة بقايي وحبضنا اسكدهي هنا النبي كفر حسن قولك هو ارجي النبي وهلية ايا الله سمعين جيري ايضا المركة يسودر سيوحو يري عليه الصلاة والسلام ايها الناس انصرفوا الى بيوتكم فقد عصمني الله والله يعصمك من الناس باتمين بني آدم هدو إليك إذو تقو إذو عقويا لك ارتامل عن قيم ملاحين وصيدي أحدا كلمرك اللي قد قالما يي لقعلو سوطوري وحف وحف مركا لقى بمانا قادا يوحي وحي للدونا يدل إيئن لقى فرحشا تاسيكو إيمان ميزو مركا سيني يسامي إيئد قنانا دعوذا كوكودو تبليغانا كوسامي وحلو سوطجيي إليك أمد كارسي هذا وحير يا وحبلا مدنا كلم كنا تلقل إن حد يبلغ أمان قليل والله يعصمك من النار إلهي وإن يوحيك وحقوق دروعنا كوئما ما يوم سلاسة رسولك عليه الصلاة والسلام أمنا عائشة وحيتري سدع قفك خروشك يا كرميزا محمد باوح اللقود جيي قليل أما رأى خبه بعيني رأسه وإذا أيديك أدي الذي القرآن كي عزقتي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار كلك آيات المعنوين بعدين إيسا وحي رسولك الله فرينا ومجلسين هو الله فري قال تعالى خبوحوا يا أيها الرسول أسوا تصريفية صعبين وحماشا لقبها بيئي
وهي رسالة دفر سنة النبي حق رأيي مركب الرسالة دي نفسه دي اللي هو ياري المجلس عالمك يا محمد ويا أحمد مدنة الأوران يا أيها الرسول ليري رسالة دي الله حقيقي الله قري وربي عز وجل ورسالة دي قري انت في جنيدنا لقوبة بيئي يا أيها الرسول كحقي بلغة درقيم قبضانو بلغ ومدى قارسي جميع ما انزل وعلى الدجيي إليك إليك هذا رسولك اللقود دجيي من ربك خبك حقي لقاك دجيي لما انت اسقارسي حلقة وحيكو دارين دادان في عناي أن علي المولى المؤمنين هذا فتح القدير هيسين لسوكان تدخل أركي دونتان فتح القدير لسوكاني وكتاب تفسيره وآذو وناكسن وسن مجلدة مركز آيات آخرين سيفي عن بو سرحة مرنا الدرايو أيوكو سرحة مرنا الروايو رواية الدرايو ويسرع علم جيسي واللغة العربية هي آيات صيدة إلهي وسيخ سرحة واني عالمة وإمامة وسود الوادي محمد علي سوكاني يمنئ قاضية سود الوادي مدير نغسي مقول كتاب كاسو قري تفسيرك قل كان مركه هو الدرايو كسرحة وقد أخرج بالله والروايات روايات كانوا كل إياه وعن ابن مردوي عن ابن مردوي وعن لقوري أيضا وحاكو جرتي يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أن علي مولى المؤمنين ترجيه ومد انت أنا نبكو فيه وحاسم الجيلة وإن لم تفعل حتى هذا وحصل غفري لي القرآن قال لقود الجيه إليك أذن أنك قارسين فما بلغت رسالته لردي القرآن قال لقود الجيه ما أذن قارسين وفقت ما نجزء منها بعض إسكدا كل قيدنا دا وحير وكمدا قرين لقريه كفت ماني كلها أذيب وكل قيد ولا قريه أياد لمتاي قلت أدوح اللقود شاقي أبدا ما أني ما أقارسيسو أيا إنا تبليغي قدتي وقال رسولك وحو قريما وحو بنو شاقي جيلي حجة الوداع أو حجة الوداع هما دمركو سقوتنا أيينا وحيري وردب يهو نباتني يسد حسنو أيان إذن لن نولا ووحيدين شاقاي لقيا فدبنا إنا نسوارك فما أنتم قائلون إله باقيا ميدين ويدين أي ميدين شو قارسي وحي لالد ريبا ليدين أرمضونا فما أنتم قائلون ما حد به دونتان حضور با جوابتي بحيي سوابك النكوى بلاي أويري بلغت وأنصحت ونصحت حقي نسو قارسيسي سمعان أوقفوا او دا عدني ما ابن اسو قارسيسي شدا مركز العمري حسول كفرت حيك وتالي اللهم فاجحد اللهم فاجحد اللهم فاجحد كل تبليغي رسولك وابوتي التحق بالرفيق الاعلى وهو الله خلاليك بنتي بعدما ادى الرسالة وبلغ الدعوة ونصح الامة وكشف الغمة وبين الحق وجاهد في الله حق جهاده صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الرسول شرف لك بلغ قارسي جميع ما وإليك انزل لهود جيي إليك عزيزة من ربك خبك حقي لك قد جيي وإن لم تفعل حدادا سيدا ييري ايوحا لقول الدري أذن دمانهان ومدعو قارسيني ما قال ملكا كنين كوائر هذا سدح قريب وي وحي قارسين ليري هو قارسيي وحي قري ليري هو قريي وحي إلا خيار قريي سور ربوك يالي شكتوا مالي سوفياجا وحاكو شاكي ماشي فوار كان مابقى كل كم مجر توح النبي قدمت اللقاء ليهوام مالك وحي ساق اللو قارسيي حشيقي إن الليه حديثك رما استوى الرسول والنبي حققي أنه أمضان رسولهين نبي يالهين يالنا لها إستا حدينا تبليغ صمين أصوب نهوير عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية ألا ليبلغ شاهد منكم الغائب إس قارسي يوح حتى قارسي ويدو أو واحد ابتعي قرسنا وإذك وينا سورة البقرة نكو صمرني حديدان إلا بي إن الذين يكتمون ما أنزلنا
من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم الله عين حصول كان حديثك شوكو عدهي ويري حق لويدية قفك قرية والجمة يوم القيامة اللجام من النار حكم عذابه يابقى لو قريناي قلت وإلا شيء وحلا قريناي يا مجيئة حق الله عدهيوي وإن لم تفعل حداد سدايري فما بلغته وما دم أذن كارسين رسالته فبوحي أكرا دري محاين الوحي شرطي كاهر تايكرا إنا ضبكي كبغلو تروال لقدلها لبا إيماني والله إيبوين يا يعصمك كائل علينا من الناس الدب إليك أعقول لما كرمالي والله إيبوين يعصمك كائل علينا من الناس الدب أما قردا دعوذ يا حقي قاردا كوا محيهين إن الله لا يهدي القوم الكافرين إن الله إيبوين لا يهدي مانوني القوم الدب الكافرين حق الدين وبينيه إلى سواء سبيل ثم حلول المال وفق عقل كيسا إيا خيار كيسا حاجر نمو إيا قال نمو إذا بدر مركو قرسيسو أو دورتو لا حلول المال لكن مركو إساق هنون ربا إبا حلول المال وصدق الله في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبه إيا قيب عقل هديك اللعلان سالما قرسيسان إذا بدر سميسان سلو حلول المال أما هدي هنون ربا والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم تتعنون هذا اللعنونين أيا إذن حسن وحسن إذا شاء فمهن حمول لا قلت إن الله إبوين لا يهدي مهنوني القوم دل الكافرين حقي ديني سلو هنونين يقاب حقي ديني وأنفب لما قصبا يقولك قل يا أهل الكتاب أيضا يدعون سومرتا مرلبات لسوحليين كل وحاتر هذا حسوم صوبانه توكيد هي تحقيق هي تقرير أيها اللوسو عليك كل وحاتر هذا حسوم صوبانه يا أهل الكتاب يهودي النصار هوي لستم وحاتيين لماركو حتى تدينك أهل الكتاب اسمه ديسان وضبق من اسمه ديسان وآخر جنة يدمينه فنصيب كله أفجا حكا يا بنتا لستم ميهين على شيء معتبر وعلى اعتباره قيم له وأذكر كيستيهن لما أركو فان إيه قرمة حتى تقيموا إلى أدكة توزيزان التوراة كتاب الليلين دجيي سيلو توسيا بالعمل بما فيه أحكامتو كتاب كان شاقي قرصة اللقود لغمو كتاب كوا توسيهي حتى اللقود لغمي واجنسيهي والإنجيل حتى نسارته كتاب كي نبي حيث اللقود دجيي إلى أدكة توسيزان قرصة توراة الإنجيل لتوسي لها وإن كان قرآن كسودك ووقت يسقين أيه قرآن كسودك أيه أيها قوة سيهاي أما لا وما أنزل قرآن كالدجيه إليكم بذنكم من ربكم ليجين كالدجيه وهدر يهودي النصار إيا مسلم إليك وحي مكلف قيهين قرآن كأيه خميان الزعاء وصدق الله في قوله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم فمن اتبع هدايا فلا يضل في الدنيا ولا يسغى في الآخرة فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم اتباع على الربا إلى كتاب كسيل الراعو يهودي النصار يبدل إليك كتاب كان من تؤوير كل كاسا ربي يريب الحمين أي فميان كتابك وإذا عن داي كبير يقوق ضيبك القادم ولا يزيدن وحوكر لنايا كثيرا من بدن ومنهم يهودي النصار كمدا ما قرآنك انزل اللججي إليك هذا رسولك محمد من ربك خبك حقي لقاك الججي طغيانا كبير إيه وكفرا قال لي حقيده فموكر لناي إذعانا فقان سنبه للربي واقتناعا اللقوقا على الربي وإيمانا لكم إياه للربي واستقامة لقوت أصنا ذا للربي معيكم بدلين طغيانا وكفرا كبير يقوق إيه قال لي قل كاسا ربك رسولك كويني عليه الصلاة والسلام فلا تأسى أيها الرسول حتى رانيون كوان أنا كغفلا على القوم تذكر قد الكافرين حقا بيني أما واهنون أيان أما والإذن أيان كوا وحظا حكا والولي قلوا حاطر هذا رسولك محمد يا أهل الكتاب يهودي النصاري لستم ماهدين على شيء وحمل تفركرك حتى تقيموا إلى أدكة توسيسان
التوراة بالعمل بما فيها والإنجيل أتكتوزيسان بالعمل بما فيها حكام تكوجيرتا أدخل قنطان وما إلى أتكتوزيسان تنزل لتجيه إليكم منك من ربكم سبق إليهم كتجيه حديثا من القرآن العزيز بالعمل بما فيه ولا يزيدن وابأه قرئنا كثيرا من بضن ومنهم أهل الكتاب كمدة ما قرآنك منزل لتجيه إليك هذه رسولك محمد من ربك سبق حق لك قد تجيه تغيانا كبير إياقو إياقو كبرا قال لمي حق ديدو أيه قرئنا فلا تاسا حمروغون على القوم تذكر كون حكم مروغون حنا لم مروغون الكافرين حق بينيه فإن الله فسيغفيك هم الله هو السميع العليم فإن الله يغفيك عنهم الله كافرنا إن الذين آمنوا هيدا أنه وحي عدين إيسا الإيمان هو العمل الصالح عيادتك في عنان يا حمان لموك رسارا يا أما دلسي النصد يا أبتل أنك مسلمان لزي أما يهودان لزي أما النصارى لزي أما صادق وعاسودا قيم ملك وعلى هذا مبدأ الإيمان بالله واليوم الآخر وصالح العمل قفك إليه ماذا نشر ذاك سجيبه أبتركوا الربو حدان هقالو مدو هقالو عرب هقالو أجمي هقالو قلك الإيمان الصحيح والعمل الصالح لقاله وقفي عن نقنايا حدين لقوا أينا وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه من بطأ قفك تبدل به عمله عمل كيسيبه دمه بقي وحميه لم يسرع به نسبه والوارئه بل وحلو قبطه إلى هسيمته قال تعالى خدوعي إن الذين أخيارت آمنوا وحي مسلم حفر ميي إن الذين آمنوا والذين تتكهدوا يهودوا بي لما قرين مرين والصابعون وأكوح من هذه الكتاب كاملة للبيت جيجرين كلك صابعين باليرا ذلك عرافيل كاملة والنصارى كوان مسيحيين تاما كريستاد الله يقال قولا دي أفرادو اسكوب در انتبا من روحي أمنا حمالي بالله ربك وين وائكا واليوم المال انت الآخر دنبيتا ايو عمل سمايا عمل فلا صالحا عمل صوبا فلا خوف عرسي عليهم كوركو دهان ميزو فلهم الأمن والطمانينة وسكينة والوضار ولهم أهان مايان يحزنونك وقلب حمالا فلهم الفرح والحبور والبهجة وصره قلك الإيمان بالله واليوم الآخر هل كانت إيمان كسين النقين اللحمة ياهي لما هل كان لك شيئا الإيمان بالله واليوم الآخر لما ذاوح الله شيئا وأن بدأ أقوه أوي هل كانت إيمان كأقوم أهم سوي إبعاد دان الرمي وحكو الرين كلام مجره ما لنتا قيامة مركات رمي زنتهاي إن أدمانتنا لمن برين الغصاب بحنايو حوني يسنى وعطا ميزي لغوها بالمرين ايو سلوكا كوا حقاقا قلك الإيمان بالله واليوم الآخر لفد أقدره وإلا بقية الأركان واللمي لفد يدو عمل صالحا إيمان كاملة أي أركان في سيوة يعمل صوبا وشيعة دوشيبا كوكوتما لفد أنا ألا أكتين لغو تحقلا تاب قدنا جمعنا لغوها لا أخذيني أولولنا اللغة بدبادا وأما دلسو كما جلت ماشا إن الذين أخيارت أمنوا حق الرمي يو الذين دتك حدو ركاس مغري والصابعون فرق أهل الكتاب أصابع الليلة والنصارى كوان كريستاليا مسيحي الله يقان أفرتا قولا إسكدر من هو على الروح أمن الرمي بالله ربي يكرلو عابده واليوم مالنت على آخر دنبيت وهو عامل عمل فلو شكي صالحا عمل صوبا سلا صالح كل قنايا وحي فرائضة أيو قوتي وحي لغربي أيو كفق هذي فلا خوف عرسي عليهم كل قوضا معها ولا هم عن مايان يحزنوا قوتي لأن يؤذوا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل بنو إسرائيل بأمر البلغة قصينا هي روحمي هي قالوا عيسى مايان لا إفتين من أيو إذا لنا قرت اللقوع دين أيو لنا الشيق أيو إن أيهين تدان وناك بكسور قليل محاجرة إلهي وإنهي واحد كان أبورتي هي أوحوك رب الله مي وحيك أدني مصالح فالله كيف يجبينه إياه أدنيه اللان الله بالله مي
كل ك إلهي ويناي واحد كذك بلن كجبي أم دوري مايا هنا البني آدم تحجريان أي دوران عفيلين ذك مصالح ذوبي دوران ور إلى دنيه أجار كهانا دن مخلوق رفيرين مايا إذا شريبي مغليلة فاسدة فاغية ذك أب حول وكل ك الدنيا إلى خربان وعلى وحي الدنيا حمان كذا ودنا يلا كذا مايا أنا سأله خبيوه يلقد وحدبا أخذنا إنا نقبلنا ميثاق بني إسرائيل نبي يعقوب أولاد إيسا بلن قولي وانقبلنا وعطينا ميثاق وحى الليلة العهد المؤكد باليمين أو بشهاد لبروا حتى يحقوب اللمان ووحى إسكوه قادان بلن بل نقونا يا لكن مركي بلن كي دار لغترو مرخاتي اللو يارو قرآن لك لقاتو محفل يفقار لغتميو أهدي وأكوين هذي ميثاق بن قنا إذا بلنا ذلك ومر خاتله ودار له أيام إلهك قبل نيت بنو إسرائيل بويري يا ترى بلنا كمحوها وخير بلنا كأورور إنه الأعمال على ثورين كتاب قال لي إذن سيئي كود أغمى وحيدين تلماما يا إذن فرع يا فرية وحيدين كدقا يا كفقالة مركي الله كوبواكا تفسير كيسينا سورة أول كيدين نكسو مرمي بلن كي مركا اللقو قبطي إلا رب الله مي كريا اللقو مدعي رسول بالله ديري إسكده بسعوتا وهذه مانتو رسول لنتو إسلام مركا مدبا لديري جيري ورسول كي هوري بدلي جيري ثم أرسلنا رسلنا تتخاب إي بيري يقو إسرع رعايا إكا رسولك وحا الله ديري بلن كي إي بلن رب الله مي فرنكيسا إنو إستقى إلى عليا النهضة ودد كي كوه قاميو وأرسلنا وحن ديرمي إليهم بنو إسرائيل رسولا خصولا ما رسولا رسول يالتربا أيام ديرني كوكا بلن في إبنا ما أيان إلالين دينه اللو دجيه ما أيان إلالين خصوصا حقية دعوة ما أيان إلالين هو اللغوص على كل ما مركز جاءهم بنو إسرائيل ويمادو خصول حق إبا مدلغ ديري بما الدين أولي مادو أيان لا تهوى جعلين أنفسهم نفتو دا خبيثة دا سلاو حيالين إذا بلان هاشو قدام بيسوما فريقا قيد خصوصي كمينة كدبو بانية كموسى وهارو وإيسى وفريقا قيد يقصرون الدين كذكريا ويحيا نبي عيسى فرفي دوبة اللبقى بحيي يقوى الباب كويتاقا هو قور عيناله يألى دريشتك بحيي نبي محمد واتين للعكو سوريد الهاية قولك يحيى زكريا يعني تقول لي هو قور عين قولك ما حرسوس اللوغو رعايا وحرسوس اللوغو رعايا إن إلي ما دين حق سماوية وأن لك يمي وأن نفته برحالي قريني نحن وناك مربته وصدق الله في قوله إن النفس لأمارة بالسوء وحيكو فكرين قولك ما اللغو فكرين كرا يا رسول إبا صدري إنت اللي ديله والرب اللي بانيه والرسوس إلا الله وإبا اللغو قعن سيره دينه اللي بانيه إلا بجباده أقل حماسي وفكرين أرج وحسبه وحي ملايين ألا تكون إن يندعي فتنة بلو والرسوس اللي لي هي حق اللباني هي الرب الله في لقاتي إن الله فقير بين سومرني يد الله مغلية بين سومرني إن يوحد باطئي كذب كدم بيني أي ملايين مرحى سابادي وفعموا وإن دبالا عن الحق ريك إن دبالا وصموا ودقبالا وحق مايان مغلين إله ما مرك باب توبة وفري ثم كجذالبة تاب الله ألا توبة أقبلي عليهم كركولة قد هذه توبة يكون سعدين إسكدية ثم كجذالبة أمو إن دبالين وصموا دقبالين كثير من بضن ومنهم إياك كاملة أي عندي دقبالي والله إبا وإننا أصير ألا أجيدت بضن مما وعاي يعملون سمين أيام أقول يا فعلة حتى الله ذي قاركوت دقيسو سدح في القين نخذين قلوا وحيي هذين الله أن عيسى هين مجي قلنا وحيي هذين واجي سدح ذيهين وعيسى الله كلاو قلوا كلاو وحيي هذين لما جير سويلي أبيه ويو ألا نواب عيسى نواوي سدح ذا سخول بي أقل سمين سدح ذا فالعمة الله عليه قال تعالى إلى وحييني لقد وحارونا إني كفرق قالوا بي الذين كوا قالوا يري إن الله إله هو إله
المسيح ابن مريم الله كلمة من جنبه إله اللي شيء جاي معبودة وإيسو كلية حسيم هذا كاكي فقال المسيح إيسو حيري يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سيئي أعبد الله قرآني قال لميه قال ليه الله عبد قال ليه حبي أني قال عيساي أبو رأي حبي يا إله إمام الله وربكم إذن كان بني إسرائيل إذن ربي إذن إمام الله إله عبد أني قال نقرها إكتورين إذنها خلدمين وحادنا وقاتان حتى الإله لنا عمرتان وملك الأدان أمانيك إنه إن الأمر وشان صلد وعيتاي من روحي يشرك أن اللوذاجية عبادة بالله إيب غيره اللوذاجية فقد وحادب حرم الله خبئين كرهبي عليه كركيزة الجنة كحرام وياركي ماي وحدي جنة لك حرمي حقي أدا يا بلهل ومأواه خيليزة حرمت إيام منكيزة النار وحوح قبن كرمجلو وما لظالمين من أنفه كوى إله ظلمي إن شركا لظلم عظيم إذن بقى وين قالي ما لظالمين كوى شركي سميي وما سغنان من أنصار وحقر قارة إيسا سان أولاد لي نقبل لو جلخي وايي إلى الآن فكرة دي بيكو باقيهين إيسانا إبا تخسو قاري دوندا في آخر الصورة أيين أغتك دونا وإذ قال الله يا إيسا بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دين الله إيسا تذكر ماذا كيري أني عبرت اللبي إله أنه إنه قاد إلهين صنبيهن عيزة وأبيه سبحانه عز وجل وحال لودا ليه إياك أعني أذيقوا يحاسك عبسونا في مدرش بعض وحي بيان كان ليه نمره يحاسك عبسونا إذن وركي إجراءات كماشا لقب الله كوانا لبعضينا إيسا عليه الصلاة والسلام أفل بدي سودا واقع وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك إلهكم قبط وركا أن إيه مقرنت أنكم قبط ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به هو أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه من تنجوغي فلما توفيتني حداد سوقاتي كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تغفر لهم فإنهم عبادك وذين ملعي سفير وحي وعاك واحد لي يمغفري له ويدين أيا إن تغفر لهم حتى لافته فإنهم عبادك وأنت مالكهم والمالك يتصرف في ملكه كيف يشاء وإن تعذبهم فإنك أنت العزيز الحكيم لمن هو أكبرنا أنت أني قال الله يا الله أنكم قبطوا وركان مليهون في آخر سورة إيمان دونت لقد أخذنا واقفا الميثاق بني إسرائيل نبي يعقوب أولادي سبلا كودي وارسلنا درني إليهم إذا الرسولا بدن بانو درني كلما مركزتوا جاءهم رسول يمادوا بما أولي ماد الدين أي لا تهوى أنفسهم نفسه لجعلي فريقا قيد من الرسل كمدة كذبوا بني كموسى وعيسى وهارون وسليمان وداود وفريقا قيد يقتلون الدلاء كزكريا ويحيى وحسبوا وحي ملايا ألا تكون إن ينهاني فتنة بلي عقاب فعموا حقي بيكاين دبالا فلم يبصروا بالحق ما ينركي وسموا دقبالا عن الحق فلم يسمعوا به لهم أي جلق ثم كالقذالبا خاف الله خبه يشاق بلي عليهم كركوضة ثم كالقذالبا عموا حدنا عن الحق كاين دبالا وسموا كالدقبالا كثير انبضا أي دقية إن دبلا شيء منهم من إسرائيل كمذا والله إبويننا بصير الله جاذوي مما هو حاج يعملون سمعين أيا لقد وحرنا كفر إني قالوا الذين وحا قالوا يري إن الله إبوين هو إبا أكتلب منه المسيح أي إبا ابن مريم مريم أويل كذا وقال المسيح إسوحوا يري يا بني إسرائيل نبي يعقوب أولاديسي اعبدوا وعلى عبدا الله معبودك حقا أهنا ربي
أنا من عيسى ربي وربكم إذن إذن ربي إنه أرنكنا وحياي من روح يشرك إله اللوذاجية غيرك يشرك العبادة بالله إله غيره اللوذاجية كائنا من كان أو كائنا ما كان فقد وحرنا حرم الله خبئنه كالريبي عليه كركيسة الجنة جنة لقربك إن صار مايو كان أقدوان مايو حق آدايا ومأواه من انكيسة النار وال وما لظالمين كواس إباد ظلمي إسيرك قوسا ميي وما سقنان من أنصار وحقر قارو لقد كفر الذين قال الله بعد نواقوة كان كوا انصامرني نصطوري يمر عباس بإليه إن الله هو المسيح ابن مريم إيرادا كوا انكوي وكبض ينوع إيرادا صدح ويمد بان حيسا قال تعالى فدوحوا يري لقد وحرنا كفر إني قالوا الذين وحى قالوا يري إن الله إله ثلاثة صدح إله مميديا ككرنا عيسوه ككرنا مريموه أما وأوصافه الابن والأب والروح أو وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله هذا الكيكوه اللايان حتى ينكار ليمصن وحضار دون الذين وحى كفروا حق البينية ومنهم إلى كملة حذاب بردار دون أليم عن الجيوت وحسده وحض لي إيه لغا حرمي جنة نارنا اللبوحكمي أي باب طوبة الله فري محمد إلى عرج فقال عز من قائل إبوحوا يري أفلا يصوبون إلى الله فالله حدن فضمي قاني أحنا قرمنا أي إنت قوري قورتاي باب طوبة فريي إنت بنتان كان نغلان إلى حمي أخيدان ويقوم دقب سلان وشركيان كان نغلان أفلا يصوبون ما إن نغلان إلى الله إبوحين ما إن نغلان فتليد كان إيا إنسى إله إيا وحمد ما إن نغلان وحدي إبوحوا نغلان ويستغفرونه تنبي دافيد إبوحك الدلبان هذا إله وحد إله والله غفور رحيم وأنا أقول لها فيا وإن حرسنا الباب كيف الله فري خلق إيسا أؤمه ما المسيح إيسا ماها ابن مريم كنت في وطنة مريم ويل كذا إلا رسول هو المسيح والله ما ثالث ثلاثة ما ولا ابن الله ما وعن رسول علم ما المسيح ما ابن مريم إلا رسول حق يبن مثل قدره وعن عين ما أي قد خلت تكتي من قبل يورتي الرسول ما تكتي فذلبو ما كيبت رسول دباك وريتي إيسا رمتي سوا مريم أنا بالكور وأمه إيسا هو يدي صديقة صلحهم بدو وصدق الله في قوله ومريم أمنة عمران التي أحسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكان من القانتين بف إيمان كبطي أو صالح هذا أو تقي هذا أو ولي هذا أو ورعب إذن في الرميتين وحن صاحي ما هي لن وأمه إيسه يلي صديقة خنبلا درجة النبي النمدى إبتوه صديقة دون محاله قرن يا إيسيه يدي مدن إني الله نمسق القرآن وحاله قرن كان إيسيه يدي وعي أنجل مركي جوغل يأكلان الطعام الرزيك عندي طيب صرح مو باهان داي قف انتو قرية عزي قدي عشي بلما سمون تترس كل افتي وحكدا دا يمسك عن حاري خالي مكحيانا هالشي كم هلو باهان داي إذن ضد عنصى عوني عنصى نوحى كذا شعبك بآتقان سببك عنصى الله عنا نواتقان عنصى وحى الله عنا هدف عنوى دمني إكا قمت لسنانا يو من أدخنانا يو من أسقيتنا يجي هذا إما قد ذكرتي إذن قلك أبوه الرئيس عنصى محى الله عنا للحاج قلك ما وحى انتوبة هذي حاجة قبطي باركي سيد كل عاي ودناها عنوني أهيد أرسد من منطقة يا إله حتى أنا خلاتي يمو فايسكو جمسلي خلقوا حنين حوغا كذا الله ربطة عكتكي وعوية أوضح دليل على عدم ألوهية عيسى ومريم إيه وحقرنا كانوا حيان جيلين يأكلان اللبا أنت الطعام أنصاد لكذا ربي يري انظر بالدور
كيف صدا أن نبين أبو لهم بيجا الآيات آية يالك اللي عدي يكون يأفر بقلوة نكور اللي عدي إيسيه ويدي مبنى إنا إلهي أي أولي اللي تاقيه إيسيه ويدي وإله فحصوح يظن الله اللي أحلى الدوغة ما يظن الله أو كسو دورة وحلى الدوغة قدل سارسو ما فبطن الأرض خير الله من دارها نحيونا ليه انظر فيري كيف صدا أن نبين أبو عديني لهم بيجا الآيات عن عديني حديث لو عدي معك الدنبيين ثم انظر مر لبعض دور أن سيدا يوفقون حقي الله إلى عدنا ويحسوا إله ولتاليه مرك إذا تدي لقها اللي عبادة اللوي طيب واحد عابود إيسان حيثيها بركي يو واحد لميلا هاد عابودين وعي حالات حران أما حانا كران مالا أركايو حدا العابودان كان ميزين هايا حدا إذا عابودين حدا ميزين هايا وحكا تبرحون أوه كتر الأركين مركان عبودنا أبي وحكا دبر في الموت أدوك يا كا دبر في المجرور قال تعالى إلى وحي يقول كسور صبنا بالوعد كتر هذا أتعبدون وما واحد عبود إنسان من دون الله إبوا إن كسوك ما واحد عبود إنسان الله يملك هنني لكم أذنك برا إن لم تعبدوه حتى إلى عبودين الدنيا آخرتنا واحد باتوا واحد عبود إنسان إذن كسو قاران ملا ولا نفعا حتى العابودين وحو وحطرا وأدوني آخرا إذن كسو قاران أين لأركي العابودين سنيا مساكتك تان والله هو السميع العليم إلهي وحو البمغلاي وحو البوغا إجنيا النار لها الله رو نافع ومكتك تان وحن وحكو أهل لما عابودين طبعا لما إنسان لك حقيا لغاركي لقد وحضب كفريني قالوا الذين وعى قالوا يري إن الله يبوين ثالث ثلاثة صدح من صدح يوم وما من إله أحد قرروا عابدا مجر إلا إله مت واحد كليته وإن لم ينتهوا حتى ينكهر أما هذا الحمى حقه يقولون قوض الأيام أيام صنوا وحصابا دون الذين وعى كفروا قالوا بي ومنهم كمذا هو مثلثين تا مشركين تا عذاب العذاب أليم اللحظية أفلا يتوبون فيور كان كنقضانه إلى الله يبوينه النقضان أو يستغفرونه كففك إيقالا نافذ كبريان والله يبوينه غفور ألا نافذ بذن للتائبين وحدا بك كنقضي حيدا رحيم ألا نحريص بذن للمؤمنين نحيف ما يرعى ما المسيح معه ابن مريم مريم أول كذا إلا رسول مثل تريوحا قد خلى ليتك من قبل يهرتي الرسول باتكتي قومه هايدي سجيقة صفرن بنو كان وعي هانجرا مركا يجوغان الدونك يأكلان كوحنا الطعام عمتلا انظر فيني كيف صدا مبينه عظيمي لهم أهل الكتاب الآية آيات في قرآن كان لو عجي ثم كذبا انظر فيني أن صدا ينفكون حقا إني فميان لوغا قديين ولو دعا البابيين كل وحاتر على صوباني أتعبدون تعلم وحد عابود إيسان من دون الله يبوين كسوك ما وحد عابود إيسان الله يملك حنانين لكم إذن كعابودين برا لفاتو حتى إذن عابودين أما دفع بر ببهبيد ولا نفعا مثل عسو الجديد أن إذن حنانكرين والحال الله يبوين هو يبكله وياي أصمع الله مغلق بلان لجميع ما يقال وعلى واحد إذنك العليم ألا أقوم بلان لجميع ما يفعل وعلى سنية إليه الكيوت قل يا أهل الكتاب ولن سحدي ونبي لو عقل علينا يكوان أي سعوت قال تعالى فبوحيني قل وحاطر على الرسول صوبانه يا أهل الكتاب يهودي النصار لا تغلوا حكو حد قد بنا في دينكم دينتنا حكو حد قد بنا قوحي الله يذين فري يسدي الله يذين فري كلية أولاي ماذا هذه اللي يجري مركز ويساق هذا نيسان حصولك قسمة هدا تراثني يقرب كان دقانه قسولك هلا وين ايو هلا الرمي ايو هلا الرعا هذه اللي يجري هدا العابدين هذه النبي الله عيسى الرسول نبوش ايقاي هذه افراد يتفريض نبوسا ايو واما سيد اليهود قبطو ايساق الا حقيران اللي يجري نبنا ما الرسول ما هي وعنق حنو قرعو دلاله أما اللي إلى ذوى إله
أما سبح إله كمدي أي إذن هداتي عندك في كتابك اللسيي خير كتابك إنه كنا ياي أنا قلبا كجرنا كل هذه خير ولن كتابك إنه كنا ياي تعال إنت كتابك إنه قاتل وحيد فرايالا وحكو ضرنا أنا أكلمنا لا تغلو فعدد بنا في دينكم دين في نجنة هذا خير الحق كنت على كتابك شيء غيرك أو واحد قد بنا ولا تتبعوا حنا راعينا إذنكم كتاب بايسة أهواء قومي تضوحي مامية حكو راعينا مانكم فكاسو قللوا لومين من قبل هذا كور وأضلوا اللومية كثيرا تضبلا وأضلوا اللفاهو ذا أغلوا من عن سواهي سبيل ودد التوصنين أجهلا أو أقوى ما قوى أقوى كان لعينا وحاك أحمد يبن لقفقين الذين وحا كفروا حبا ديدا كنمدا من بني إسرائيل نبي عقوب أولادي سكمدا وحال لعندا اللغو قري على لسان داود نبي الله داود حرم كيسا كور كيسا والزبور بيكتل وعيسى وعلى لسان عيسى نبي عيسى عرب كيسا كور كيسا أي العرب كتل ووحال قري إنجيل ابن مريمها ذلك سبب كنمك الله لعن ذي وامعي إنجيل يا الزبور لا أقول لعن ذي أي داود يا عيسى عرب قوضي العرب كشاك ذلك سبب كو عول مما كدرتي أي عاصو إيجا عاصم مفلا أي وكانوا نغلين يعتدون حدود أي بكوة قدبة وعلقوا أي حراشة كوك هذا حرامتي بيقول لعلين كنت كوك هذا مانتي بيقول لعلين حق كوك هذا بعض الكي بيقول لعلين إذن حقي ينفعي واي ودرزرين عاصم ماذا إي حد قدبك أي كسميين دينتا أدهما أي كحد قدبين أيها الصبابة عاكم إذا ميزالها كانوا أي هنجرين حد قدبك أرد لا يتناهون كوان اسكرهدي المنكر فما حقي حد قدبوه كل قدرك يمركوا الله بقي بوض نغضو أي قيب حميكي لأنتي يحفظ رضي باطل في سمين أيضا قيمت كرنا متفرجين عليه أي داوانا يعني كليا هايتان قوني على رعين فما أكبر الله معي إلهي حرماتك وحرمي قال له حد قدبي لحلا ليسي لسمين أيا كوان الله هذا الأيان كانوا أي هنجرا لا يتناهون كوان اسكرهدي عن منكر وحن حقي أي فعلوه سمين ربان لبلسة وعباس إيا الدلالة ماكي أي كانوا النهدين يفعلون قوة سمية أرى وعد رسول يبهو جيدا كثيرا من بدن ومنهم يهودي النسار كمدا يتولوا لإن يكولي لنا الذين وحا كفروا مشركين الكفر من واحدة يهودي النسار أهل كتابه مين بيقاننا انت نبيك دردران أي مكة قريس أغتك أيان قويساتية بلن لي يالان أيان إيه اتفاقية قعلتويو هو على يسعود السبي نبيك عليه الصلاة والسلام وكان المفروض وحان هبوني قريس أهل كتاب منها وهو سن على بيع عبدا لحب قولي اللحظة سنم ومن بسيوة جاي إيه قريس عبدا معيك سودون أيان وإن محمد صلى الله أهل كتابه او دين له او الله كن رعزا او آخرة كن رعزا قل كثيره وحضر كيسا كثيرا من بلن منهم يهود كمدا يتولون من يكولي يا رنايا الذين وحا كفروا قالوا بي لبئس وحباسي البلالي ما وحاي قدمت هرمريسي لهم إياها أنفسهم وحي عمل حنها أي نفسه وهرمريسي وحا أغباسي البلالي أن سخط الله عليه إلى إنه عراضي وإيضا كتاب له ودين له وحقي قرن أيه انت جرجرين أي ظلم دين لهين وقالها ووثانيا وذي الكاليكتون اسكتا وقلية أن سخط الله إلهين وعراضي عليهم كوركوضا أي وحيس خيسان وقباسي بلبلا عليهم بقوف حنبارس حقي آدائي وقال لي قرميسوا آدائي وفي العذاب هم خالدون حقاسوا آدائي نالك ولمك أيه وفي العذاب نار قده هم إيادا أي خارجون كواريا كوكا ودادا أي مران أي دينه دردارين مسلمين تين اللعلوذين قالنا كوالي يشان محاولا ملاها وحاولا ملاها ولو كانوا حتى يهان لهايا يؤمنون كوارهمايا لله معبوط حقا والنبي وبرهن وصدحيا أي محمد يوما قرآن انزل لتجيا إليه محمد
لو دجيين تضخم يا هذي مطلع عين ما اتخذوهم تالك ما يجسد أولياء قعد وحي أغيشان قال لي النبي القرآن بين رميز لي قالك درمن ما اتخذوهم تالك ما يجسد أولياء حريري قعد ولكن كثيرا من بدنوا منهم إذا كمدا فاسقون ودين تكبحوا فاللاغوغين قل وعاتل هذا رسول صوبانه يا أهل الكتاب يهودي النصاري لا تغلو أحد قدنا في دينكم دينتي النجدة هذا حكو أحد قدنا أوحي كتاب لسيو كتاب دي واكامل بيرين أمبهنا إن شاء الله الرومية الرعو الله برطول لفليو أيهم بغبان ياهي خير الحق حق وحانا نهين حقو أحد قدنا حقك وكذا ولا تتبعوا أنا الرعين حواء قومي تضوحي مامية مسكعك بجان أو لعب شريعة قوانين أرضية وعاتورة وعليس أن سماوي أنك يمت وفن دليل برتبان لهين شرف كل جات كوبي وناك دمان في تلمامي هم أيينك كجيجي بابا ليس تانا وحدة سمية معقوفة ليسا ولا تتبعوا الرائنة هو قوم قد ما منتو قد كاسوك الله خر الله فهوذي ألومي من قبل إيقاب ألومي وأضلوا وحين اللميان يتوفصدن كثيرا إن بدن البني آدم في كميلة وظلوا عمرك خفقة خلدنوا ميشان أردائيو آترا والواد خلدن تاي أعام الدكتور كاللغو لي ما الدكتور كاللغو أكتصري والدكتور كاللغو برطي دغطية على معين لغو قصر إلهي أبورتين أبغوني نبي الله صدرين أبغوني بنت الله صدجين أبغوني وحك حراما أبغوني وحك حرالة وسن أبغوني دكتور رمالي سيما حيثرتل لما راح دوده يقان هي الضغطيقة هي الضاقة وحانو يقان كلك أول ما دكتور كان وحاكو تريوه كلك وأضلوا كثيرا إن بضن بين لوميين يقان وحفاؤكي وأضلوا اللومية كثيرا إن بضن وضلوا الله فهودي وقاموا ما هل كان مركو قارنا وحقرصان ماي إنو وحيو إسمو دايا وحيو حين المال وأرن الدكاترة إنت إسخو داينا يتوكدان لا كان في بالحال لو ما تكن جريما كان هوصل مريم يا غنان اذا دعمه له باك دكتورتي وظلوا لمي كثيرا من بدن وظلوا لما لفه ودي لو يقول من ان سوى يسبي انت حقها الحق هذا لعينه وحرمه بلغ فغي الذين وع كفروا حق بينيو من بني اسرائيل نبي يعقوب اولادي سكمله على لسان داود نبي داود عرف كيسي كور كيسا نبور بالات الماما يا ايان لغول لعنا دي او نبي داود بالغو دجيه نبور باقورتي اساقين او مديبو كارسيه وعيسى وعلى اللسان عيسى نبي ديس عرف كيسا كور كي ايان لغول لعنا دي عيسى لغو دجيه انجيل بانا قورتي اسن او مديبو كارسيه ابني مريم مريم اويل كذا ذلك سبب كإسرائيل لغول لعنا دي وعوي اما كي درتي اي عصب أصل نما فلانو قال لي الرسول يدين أي كل كوكا عن سيران وكانوا وعين لهم يعتدون كوة بطك الظلمة دينها القدبة حق أنكوها كان كانوا وعي هانجرا لا يتناهون كوة نزقرب أم منكر من حدي أي فعلوه سمين غبا لبيس وعا حنبضا ما وعا أي كانوا النهدين يفعلون كوة سمية فراو أدر كيزا كثيرا من بدنه منهم كميدا يهود يتولون يبي باب كولي لنا يا الذين وعى كفروا حق بيني الكولي لنا يا قل كاسيه كولي لتي هذا الدين له وعن دين له هذا مسلم اسمه له وعن مسلم هاي لبئس ما شيء باباسي بلال اي قدم الهرم ريسي لهم ايجا انفسهم نففي القوض اي هرم ريسي وعقوا باسي بلبدا ان سخط الله بئن عراضي عليهم كركولا وفي العذاب نرقو ذهبنا هم إيجا أي خالدون كواردون ولو قر أي كانوا هذا يؤمنون كوار رمية لله معبود عقا والنبي صبنه صبحي وما القرآن انزل ألا تجيه إليه النبي قال له تجيه حتى يهان لهايا مضعيا نقنة ما اتخذوهم كالك مضعيا ياشين أولياء وقامي يا المامورة وإلا إريلان وجعليهن وقرابا كما أين يجب ولكنها يجب كثيرا إن بدا ومنهم يهود كمدي النصار
أما الضب إليك البشر يتخيم في سيبقني قم منان لدي قال الله على الله وضب عصبي ولكن كثيرا إن بدنوا منهم ذكا كاملة ولا سيما اليهود والنصارى حاسقونك وفلاقوا بي ودينتك بحيوي والله أعلم.